أما أكيد هلأ زينفة رح ننتقل دائما لأمهات الشهداء، الأمهات يلي كانوا رمز التضحية على مدار سنوات. تحية وكلمة من القلب وجهتها طفلة سورية للأمهات، بنتابع مع بعض. صباح الخير يا وطني، صباح الخير سوريا. عرفت بالغربة بعدي عنك وطني ما بفيد، قالوا لي خليكي هون يا طفلة، سوريا بعد مجروحة وكلهم فيها شهيد. قلت لهم ما بقدر أبعد عن أم الشهيد. رجعت لوطني لأتضفى بأرض بلادي اللي دفاها بدم الشهيد. على صوتي ناديكي، أنا طالع عيدك سعيد يا أمي يا أمي الشهيد.